شفتوش عندنا نجوم في السماء. هلا رشدي نجمة السماء منورانا النهارده، كل سنة وانت طيب. وانت طيب، ربنا يخليك. مبدئيا كده مستعدة لمغامرتنا النهارده؟ يلا بينا. مستعدة؟ بتستعد المغامرات ازاي؟ انا عامة شخص يعني مغامر، يعني بيحب يعمل اي حاجة جديدة واي حاجة مختلفة بتلاقيني بدوس فيها، يعني مش من الناس اللي بتقلق او بتخاف او بتعلق، ببقى سو اكسايتد يعني. هلا انت عندك مواهب كتير غير الغنى والتمثيل وما كنتش عايزة تقولي لنا عنها، ممكن نعرف حاجة منهم دلوقتي؟ ماشي، ثانية واحدة. أبرا كدابرا. يا نهار، ايه ده؟ ايه اللي جابني هنا؟ سلام عليكم. اهلا اهلا، انا اتخضيت. الحمد لله على السلامه. ازيك يا هلا؟ لا كده هنبتدي نخاف منك بعد كده. انت بتعرفي تسحري كده وتعملي حركات زي كريس؟ الحمد لله. الحمد لله. كريس ازيك؟ اهلا بيك في نجوم السماء. ربنا يخليك. ولا نجوم تحت الارض انت كده بالحركات دي؟ احنا في كل حته. في كل حته. هنعمل كل حاجه. تاخد قد ايه وقت عشان تتدرب على الحركات دي؟ دلوقتي ما باخدش وقت زي زمان، يعني دلوقتي اي لعبه جديده خلاص، يعني ممكن نص ساعه او اشتريها واروح اعمل بيها العرض يعني. طيب لو جات لك السوبر باور تسمعي الناس بيقولوا ايه من وراكي؟ لا ما احبش كده. ليه؟ يعني يمكن يعني بحب دايما اشوف البني ادم زي اللي انا شايفاه، ما احبش اعرف عشان اتعامل يعني بنيه حلوه مع الكل. ما احبش اعرف حاجه. لا. بما ان هلا وكريس عندهم قدرات خارقه من اول الحلقه لحد دلوقتي، واضح ان روح المغامره عندكم عاليه جدا، فعشان نتاكد من الروح دي هنروح للفي ار تيست وبعدها تاخدوا درجه المغامر ونعرف انتوا قد المغامره ولا لا. جاهزين الفي ار تيست؟ طبعا. طب يلا بينا. يلا بينا. يلا جو. انا شايف حاجات جامده جدا، انا عايز اعيش جوه. لا يلا طير يا اخويا طير. هطير هطير، انا مش هخسر. انت شايف معايا ولا؟ بسرعه بسرعه، اسرع اسرع. تحكوش عليا. واو دي جت، سرعتها وهقع كده. هسحر سريع بقى، فاهم؟ يس الحمد لله على السلامه. اوكي اصحابي فين؟ اللهم اجعله خير. خضار في خضار. الدوار راحت فين يا رجاله؟ هوب دي كانت هتاخدني. ايه جوه الدايره؟ جوه الدايره. هلا اطلع فوق بالشفا ان شاء الله. الف مبروك. نتيجة الفي ار تيست كريس المصري 100% مغامر، مش سهل خالص ويعمل اي مغامرة. اما الاستاذة هلا رشدي للاسف مغامر ملوش فيها مغامر تنك. ولازم تعملي مغامرتنا النهاردة. فهنطلب من كريس يعلمك تريكاية، لو عملتيها صح ماشي هتفوزي بتأشيرة المغامر. اختاري اي كارت انا هعملها فيك الاول وبعد كده هعلمها لك. خلاص شوفي شكلها ما تقوليش هي كام. حاضر. حطيها في نص الكوتشين هنا. فاكراها صح؟ عايزك تقولي في سرك انت اخترت كام. قلتيها 8 صح. بصي بقى تعليم اللعبه دي ايه. اختاري كارت ما تقوليش هي كام. ماشي حطيه مثلا هنا. بصي انا بشاورت لك. ماشي انا شاورت لك بصباعي ده هنا. ده هدفه ان انا ابص على ورقه دي أصلي. دي كام. واحد. فاروح ادور على الواحد فين. لان انا ده اللي انا شفته الواحد. فانا حطيت الواحد فوق ورقتك. فانا عرفت ان هي 7. بعد كده اقول لك قوليها في سرك. ف اختار ورقه. ساحره ساحره. هلا المصري. خلاص خلاص.
اسمي اسماء احطها فين؟ حطها هنا. ماشي حطيتها. اوكي اخترت اربعه صح. الله نجح. الله يا جماعه انا كده اخدت التاشيره. وكده هلا وكريس مستعدين للمغامره بختم تاشيره المغامر اللي مش سهل خالص. يلا بينا على مغامرتنا. نجوم السماء نجوم السماء. ده ولا ده؟ هناخد الطيارة. يلا عشان أنا excited أوي. خلاص دلوقتي جاهزين ولا مش متحمسين ولا إيه جاهزين؟ تمام. اول حاجه كلنا هنعمل ايرفلين مود للموبايل. هلا بتجيلك على اللحظات بتقفلي موبايلك وتبقي مش عايزه تكلمي حد ولا حد يكلمك. انا كتير ده العادي اصلا. وانت يا كريس؟ طبعا. هلا مش هينفع تبقي معانا وما تسمعيناش حاجه. غنينا اغنيه بقى عن الهوا والسبب انها دلوقتي في السما. طاير يا هوا طاير على المينا رايح يا هوا أبر أهالينا تصفت الهوى وتفتن علينا عمرك يا هوى أبر أهالينا. الله الدنيا فوق عامله ايه؟ تحفه بجد بجد. انا عايز نط تاني. يلا دلوقتي دلوقتي حالا هنط بقى من غير باراشوت ولا غير اي حاجه. طب يلا بقى نروح للاطفال نستنى هلا ونروح للاطفال المستنيين. هم فين؟ يلا هم
ايه اول ما نزلتي؟ مصر حلوه قوي يا جدع من فوق. مصر عامله ايه من فوق؟ تحفه. اول مره اشوفها بالشكل ده؟ تحفه. انا عماله ده يعني ايه؟ عماله بتبقى فوق على الجمال والروعه بجد حاجه خطيره. عايزه تقفزي تاني؟ يا ريت يا ريت بس نغير بقى يعني نروح حته ثانيه. تحفه 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 مور ذان بيرفكت بجد. دلوقتي نزلنا في غرب اسوان. الاكسبيرينس فوق يا جماعه تحفه. مفيش اكتر من انت تنط كده وانت شايف كل العالم يعني بجد. وفي ناس بتقول ان انا ساحر بجد، بس السحر اللي بجد يا جماعه هو فعلا مصر من فوق حاجه تانية بجد. وانا دلوقتي هعمل لهم العاب دلوقتي. هسالك انت نفسك في ايه؟ قول اي حاجه نفسك فيها غير الالعاب. فلوس. فلوس؟ عايز فلوس. طب انت قولي اي حاجه من الفلوس. قولي حاجه بصوت عادي بصوت عالي. 100 جنيه. 100 يعني؟ طيب هي قالت 100 وانت قلت فلوس صح؟ طيب بص انا هعمل دي كده، دي فاضيه صح؟ بص هيزها جامد هتظهر فيها فلوس وميات زي ما انت قلت. بصي ركز ازاي. امسكي. وانت قلت فلوس. انت الباقي خد هدايا برضه. خد. مبسوطين؟ بص اتاكد ان هنا مفيش سي دي تاني جوه. براحتك اهو اتاكد ناشف. ها طب تخش من الجنب ده. لا. طب من الناحيه الثانيه دي. لا لا. ولا من تحت ولا. ايه كده دخلت ولا لا؟ لا ما دخلتش. امسك دي. هات انا دي اهي جوه هنا. ايوه قلت ما ينفعش. طب انا هرجع بقى لورا عشان اعمل الحركه السحريه بتاعتي. استنى. 1 2 تاب كده دخلت صح؟ صح كده دخلت. لسه ركزوا جامد. بصوا 1 2 هترجع تاني جوه هنا. 1 2 3 ايه ده؟ الخير مالينا سا. اتفضلي يا سارون. كوتي ياتي والله. بتضحكوا على ايه؟ بتضحكوا على انا قلت ايه دلوقتي؟ انت قلتي لي انت اسمك حنين باين؟ رحمه. انت رحمه وانت حنين. تعالوا نغني الغزاله رايقه. انت بتحبوا الغزاله رايقه؟ ها؟ طيب بس هتغنوا معايا اوكي؟ الغزاله رايقه ده الناس الحلوه سايقه يا سيدي يا جمال وماله الضغط كتير عليه ما تقرب مني حتى لا لسه شويه حتى طب وحياه المحبه ما دام جيت جنبي خلاص هلا. احنا دلوقتي في بيت الحاجه فاطمه وعملت لنا الشاي الاسواني الجميل والبلح طبعا. عامل لك لعبه سحريه ماشي؟ ماشي. يلا بس احنا هنعمل لعبه بالمعلقه. ماشي. المعلقه دي بتاعتكم صح؟ اه. طب ممكن تجيبيها عشان تتاكدي ان هي بجد عاديه. اجيبها لك؟ هجيب. المعلقه سليمه. اه بتاعتكم. اه طب هاتيها. انا عايزك تنفخي فيها بس جامد. انفخي فيها جامد ما فيهاش حاجه صح؟ لو انا عملت كده بسرعه. بصي انفخي انفخي. بصي هتلاقيها بتتني. ايه ده اتنيت ازاي؟ ايه ده؟ طب ازاي دي؟
ناشفه كمان.